بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إخواني أخواتي متتبعي قناة محترفي أرباح الويب، مرحبا بكم من جديد. إخواني، درس اليوم هو تتمة للدرس السابق الذي سوف تجدونه أو رابطه أسفل الفيديو في صندوق الوصف. يعني اليوم سوف نتطرق من طريقة يعني تقسيم المواقع، تقسيم المنيو الخاص بنا، إنشاء مجموعة من الصفحات لكل صفحة خاصة بها. كما تشاهدون يعني شاهدتم في الدرس السابق بأن الموقع هو متعدد النيتشات، يعني لكل صفحة سوف نقوم بإنشاء كاتيجوري خاصة بها، لكل كاتيجوري ولكل صفحة يعني طبيعتها الخاصة. أترككم مع الدرس. فهنا سوف ننتقل مثلا، هذه هي الهوم بيج، يعني قم بتوظيفها، يمكنك إضافة الإعلانات، إضافة الصور، كل شيء تقوم بإضافته، إخلق تصميما خاصا بك. الآن سوف ننتقل مباشرة إلى طريقة إضافة تعديل الصفحات. سوف نتجه مباشرة إلى All Page. فمثلا أريد أنا أن أقوم بإنشاء، فمثلا في الصفحة أو الهوم بيج قمت بتوظيف موني هنا كما تلاحظون، الذين هم كاميرا، سمارت فون، هيدفون، تابلت، نتورك، بروجيكتور، كونتاكت، بلوك. فهنا فمثلا نتوركينج أو سمارت فون. فسمارت فون كما تلاحظون عندما تقوم بالدخول إلى السمارت فون فإنك تجد إن سلايدر خاص بالسمارت فون فقط. هنا عندما يقوم أي شخص بالدخول إلى منشور معين يجب أن يجد إعلانات هنا خاصة بالسمارت فون، إعلانات خاصة بالسمارت فون أو لزاكسسوار الخاصة بالسمارت فون فقط. كل هذا هو ديزاين. فالديزاين الذي أريتك كيف تقوم بتعديله على الهوم بيج، اعتبر أن كل صفحة هنا هي هوم بيج، فتنتقل من الهوم بيج الرئيسية إلى هوم بيج، يعني من نيش إلى هنا. ليس لديك نيش معين بل كاميرا سمارت فون، فكلها نيتشات، يعني الموقع هنا مقسم إلى مجموعة من نيتشات، فكل صفحة تحتوي على النيش. فالتابلت مثلا، عند الدخول إلى التابلت سوف نجد هنا لدينا سلايدر، هنا سلايدر شو، ولدينا هنا المنشورات، لدينا هنا إعلانات الخاصة بالتابلت. هذه ليست تابلت، لماذا؟ لأن الكود الذي قمت بتوظيفه هنا هو ليس كود ريكوموندي، سوف أريكم من بعد. الآن أقوم بالذهاب هنا، يمكنك التغيير في هذه الـ بالنسبة للناتيف شوبينج اس ويعني تحديد، فيمكنك اختيار ما بين الناتيف شوبينج اس. فهنا كما تلاحظون مجموعة من الناتيف التي قمت انا بانشائها، لديك هنا ريكومنديد اس، لديك سيرش اس، لديك الكاستمر اس، يعني كل هذه يمكنك توظيفها، قم باختيارها واضفها بنفس الطريقة. فمثلا هنا نريد الدخول الى الهيدرفون او نقوم بالدخول مثلا بروجيكتور، سأبحث عن الصفحة لم اقوم بالتعديل عليها. اخواني اخواتي، نفس الطريقة التي قمنا باستعمالها مسبقا في الهوم بيج نستعملها كذلك في الصفحات المخصصة في الموني لكل فئة معينة أو نيتش معين، يعني نفس الطريقة، ويدجت ثم أد رو ثم ويدجت وتخصيصها لكي تظهر على أنها كما لو أننا ندخل إلى هوم بيج خاصة بنيتش معين هو سمارت فون. قم بإنشاء كاتيجوري، يعني أد كاتيجوري. هذه الكاتيجوري سوف تكون لها علاقة مع السمارت فون، فأنا سوف أقوم بإنشاء كاتيجوري لديها سمارت فون، ومن الأحسن أن تكون لها نفس اسم الباج لكي يكون هناك علاقة وترابط. الآن سوف أقوم يعني أنشأت بيج، أنشأت إن كاتيجوري خاصة بهذا
الفئة، ثم أقوم الآن بإنشاء البوست الخاص بي أو المنشور الخاص بي. يعني أقوم مثلا بتوظيف منشور معين، يعني كتابة موضوع المنشور. الآن عندما أقوم بإنشاء المنشور سوف أقوم باختيار الكاتيجوري التي أريد التوظيفه فيها. فمثلا أنا لم أقوم باختيار الكاتيجوري في مكان المخصص لكاتيجوري، هنا لم أقوم باختيار الكاتيجوري، ما علي إلا الذهاب هنا مباشرة إلى الأسفل والضغط على Add New Category. الآن أنا سبق وقمت باختيار الكاتيجوري، فيمكنك مثلا هذا المنشور ترى بأنه يصلح لمجموعة من الكاتيجوري. فإضافة USCO قمت بإضافتها يعني مسبقا. هذه الإضافة يعني رائعة جدا. فهذه الإضافة يمكنك كتابة الفوكس كي وورد فيس أو الكي ووردز الخاصة بهذا البرودكت أو هذا المقال بصفة عامة، يمكنك إضافته هنا. يقوم هو بإضافته وتسهيل عملية ولوج محركات البحث إلى الموقع الخاص بك أو المنشور الذي قمت أنت بإضافته. الآن بعد أن قمت يعني باختيار الكاتيجوري وقمت بإضافة كل ما أريد، أقوم بالضغط على Publish. الآن أصبح لدي منشور معين تابع للكاتيجوري الخاصة بسمارتفون. عندما الآن أقوم بالذهاب إلى الباج الخاصة بسمارتفون سوف أقوم يعني بتحديد الكاتيجوري التي سوف يقوم هو باختيار السلايد أو البلوك الخاص بسلايدر شو لدينا هنا. كما تلاحظ سوف أقوم بالذهاب هنا، سوف تجد بأن هناك سمارتفون 2، كما تلاحظ سمارتفون 2 تم إضافته. البوست أو المنشور المتواجد فيها هو واحد الذي قمنا بإضافته مسبقا، تقوم باختياره والضغط على دون. الآن يعني لكي نتمم الشرح يمكنك إضافة هنا الكثير والكثير. أول شيء يعني بالنسبة للصفحة الخاصة بهذا الكاتيجوري يمكنك كذلك إضافة إعلانات أمازون داخل هذه الصفحة، يعني ناتيف شوبينج آدز خاصة بهذا المنتوج المعين أو هذه الكاتيجوري لديك. الآن سوف أقوم بالضغط على Add Row، ثم أقوم كما سبق وقلت لكم أقوم باختيار، سوف أعطيها مثلا 59 وأعطي لهذه 4 لكي تأتي الإعلانات يعني كبيرة شيئا ما. الآن سوف أقوم باختيار يعني Widget Timeline Post، سوف أقوم بسحبها هنا، أقوم يعني بمشاهدة هذه، أظن أنها ليست صالحة، أقوم بإضافة واحدة أخرى، بلوك بوست كوما، أقوم بمراقبتها، جيدة، بلوك بوست كوما فهو جيد، النمبر هو أتركه يعني لا نهاية، أقوم باختيار من الكاتيجوري لدي، ثم أقوم بالضغط على دون. الآن ما يلزمنا لنشاهد أولا ما الشيء الذي سوف يظهر لنا في الصفحة لدينا. كما تلاحظون هذا هو التغيير الذي ظهر لدينا، يعني يمكنني أن أقوم يعني بتغيير هذه الصور، فأقوم مثلا بالذهاب هنا إيديت أو حذف وإضافة ويدجت أخرى. يمكنك أنت اختيار على حسب recent post، ثم قوم باختيار سمارتفون. يمكنك أنت اختيار على حسب يعني الرغبة لديك، معنا يعني لكل شخص لديه الإبداع الخاص به ولديه أفكاره. قوم أنا بالضغط هنا، سوف تلاحظون بأن سوف تتغير الآن، كما تلاحظون لقد تغيرت. كما تلاحظ هنا لقد قمنا بتقسيمها، هنا أصبح فارغ. هنا سوف نقوم بتوظيف إعلانات الخاصة بأمازون أفيليت. أقوم الآن يعني بالتوجه مباشرة إلى الويدجت وإضافة ويدجت الخاصة بالكود HTML مباشرة، هي خاصة بالووردبريس،
فقوم بالضغط هنا واتجه مباشرة إلى جيت إنكود الخاص بسمارت فون. الآن إخواني أخواتي بعد أن انتهينا من مرحلة يعني إضافة لتيم إضافة يعني بوست غير في التيم، فكما سبق وذكرت لكم لكل تيم فالذي خصوصيته، إن أردت يعني أن تعمل يعني ليس عليك أن تقوم بشراء تيم، فيمكنك العمل على التيمات المجانية، يعني من الأحسن أن تعمل على تيمات موجودة في الووردبريس، لا تقوم بتحميل أي تيم متواجد في أي موقع دون الووردبريس، لأنها تكون صالحة وغير موجود فيها أي أو غير ملغمة بأي فيروسات. بالنسبة للبلاجين يعني كل كما ذكرت لكم هناك بلاجين تكون مرتبطة مباشرة مع التيم الذي اخترته، فعندما تقوم فمثلا عندما نقوم بالذهاب إلى أبارونس ثم نقوم بالذهاب إلى التيم أو من أجل تغيير تيم أو اختيار تيم، فإنه يلزم علينا أن نقوم بتحميل تيم بلاجينز أو إضافات لا علاقة بذلك التيم فقط. هناك بلاجينز لا علاقة لها بالتيم سوف أريها لكم الآن، يعني سوف أحاول توظيف ما أعرف فقط. يعني هناك يعني التيم الخاصة بأسنكرونيزاسيون جافا سكريبت ضرورية، مجموعة من الأخوان سألوني لماذا، فأنا قمت بشراء استضافة بثمن زائد كما شاهدتم في الفيديو مسبقا، و تلك الاستضافة يعني مقارنة مع استضافات عالية بجودة عالية يعني وصلت إلى سرعة استجابة يعني خطيرة، يعني 89 وفي بعض الأحيان تصل إلى 100%، فيجب أن تقوم بتنصيب هذه الاستضافات. أسنكريزاسيون جافا سكريبت أكسيديمو هذه ليست مهمة، هي تابعة للتيم فقط. إليمنتور أنا أحب يعني أوسيان ويب بي آ تيم رائع جدا جدا للمحترفين، يعني من يريد أن يقوم بإنشاء موقع بالديزاين الخاص به فإليمنتور رائع جدا أحبه جدا. بالنسبة لدينا جوجل أناليتيك داشبورد فور ويب آ هو ضروري جدا، فهو يقوم بإعطائك تتبع يعني يومي لحظي آني للموقع الخاص به، يعني نقوم بالذهاب جوجل اكس ام اس ماب يقوم بربطك مع محركات البحث وارشفة الموقع الخاص بك. انسري هيدر ان فودر رائع جدا، هذا يمكنك من اضافة الكوداج، فمثلا عندما تقوم بربط الموقع الخاص بك مع جوجل اناليتيك او جوجل استسمح او جوجل ويب ماستر يطلبون منك تأكيد هوية الموقع او الموقع هل هو لديك، لا سوف تجد مشكل. انسري هيدر ان فودر فهو رائع جدا. لدينا كليك ديمو امبورت ليس مهما جدا فهو تابع للتيم، اقوم بالتوجه مباشرة يو اس سيو رائع جدا رائع جدا، فالان هو مجاني نسخة مجانية يعني محدودة، ان دفعت مبلغ معين ضغطت على بريميوم سبورت فانه يصبح مدفوع رائع جدا، وبي سبورت كاش ضرورية من الضروريات يعني للموقع الخاص بك، يعني تقوم هي عندما تقوم بتعديلها او تعديل الضغط على السيتنج والدخول الى وتعديلها سوف تمنحك يعني السبريم للكاش اوتوماتيك، يعني ذلك على حسب الرغبات الخاصه بك. كما تلاحظون لدينا ديليت كاش هنا، لدينا اوتو تيميزي كما تلاحظون يقوم بالديليت كاش مباشره، صغير الصور بطبيعة الحال، يعني يجب أن تعتمد على مجموعة من المواقع، ابحث أنت في الانترنت يعني طريقة صغير الصور، لأن لا تقوم بإضافة الصور بصيغة بينك بل تقوم بإضافة الصور بصيغة جي بي جي، لأن 10 صور ببينك يعني تعادل صورة واحدة بالجي بي جي ونفس الكاليتي نفس الصورة، يعني يختلفون فقط في الصيغة. الآن يعني بعد أن أريتكم الإضافات هناك مجموعة من الإضافات إن شاء الله سوف أقوم بشرحها في الدروس القادمة في دورة التجارة الإلكترونية إن شاء الله. الآن إخواني أخواتي سوف أقوم يعني بتفقد مجموعة من المواقع يعني التي تقوم بالترويج لمنتجات يعني أفيليت الخاصة بأمازون، لكي نأخذ نظرة شاملة على الطريقة التي يستعملونها في عمل التسويق للمنتجات وتحقيق الأرباح. كما سبق وقلت لكم إخواني فلكل موقع هناك الخصائص الخاصة به، من أجل يعني كل موقع لديه طريقته للعمل، فمثلا هذا الموقع يعني طريقته يعني طريقة عادية لا يكتب الريفيوز، وفي هذه الطريقة يعني إخواني
هي من الطرق العشوائية التي يعني صعب جدا أن تقوم بتحقيق الأرباح فيها، لأنك تظهر هنا بأنك شخص غير محايد، والشخص المحايد هو الذي يكون له. سوف أريكم فرق، يعني هناك مواقع احترافية يعني خطيرة جدا. فمثلا هنا لدينا موقع تيشرادر كما تلاحظون إخواني، فهو موقع يعني جيد جدا، فهو يوظف إعلانات كما تلاحظون إعلانات الـ جوجل آدز، ويقوم بالريفيو بطريقة رائعة كما تلاحظون هنا، يقوم بتوظيف إعلانات جوجل آدز، وكذلك يقوم بتوظيف إعلانات الـ بروبل آدز. نقوم الآن يعني بالتوجه مباشرة إلى موقع وير كيوتر. نقوم الآن بالتوجه إلى موقع يعني ديوار كارتر، يعني كما تلاحظون هنا فلديه، فهو موقع يعني متخصص بجميع النيتشات، يعني يقوم بجمع جميع النيتشات. هو موقع يحصل على المراتب الأولى، فتصنيفه بالنسبة لل أليكسا كما تلاحظون 4.949، لديه 1000 يعني جيد جدا، الفيتاس الخاص به رائع يعني 0.92 سيكوند كما تلاحظون، قوة الاستجابة يعني جيدة جدا. هنا نقوم بالتوجه مباشرة إلى كما تلاحظون، من بين الخصائص ممنوع عليك منعا كليا أن تقوم بأخذ صور من الأمازون وتوظيفها في الريفيو الخاص بك. تقوم بكتابة الريفيو على أنك كاتب أو محرر، تقوم بذكر مميزات المنتوج جيدا، تقوم بإضافة يعني الروابط، يعني فسوف أريكم الآن كيف إضافة الروابط. فالروابط تقوم بإضافتها بطرق يعني عديدة ويعني سهلة جدا. بالنسبة للروابط هناك إضافات موجودة في أو بلاجينز موجودة في الووردبريس، لا يمكنك العمل بها إلا بعد أن تقوم بتحقيق 3 مبيعات في أمازون، ويتم الفيريفيكاسيون الخاصة بالموقع الخاص بك. لكن أنت كمبتدئ فلديك الملايين من الطرق للعمل على أمازون. تقوم بإضافة الريفيو الخاص بك، كما تلاحظ بأن الصور ليست موجودة، ليست صور خاصة بأمازون. إن أردت أن تقوم بتوظيف الصور الخاصة بأمازون فما عليك إلا أخذ الصورة عن طريق الرابط والذي سوف أريك الآن. ليس عليك، تقوم بكتابة الريفيو، تقوم بمقارنة ما بين المنتوجات، سوف أريكم الآن الطريقة بالتفصيل. فمثلا إخواني أخواتي، قمت باختيار هذا المنتج، يعني هذا المنتج سوف أقوم بكتابة ريفيو خاص به. فالريفيو إخواني يمكنك الاستعانة بالريفيو الموجود أسفل، يعني تأخذ منه تلميحات فقط، يعني لا تكتبه. فمثلا هذا البرودكت يعني هو فيلب بوك ماكس يعني 2، سوف أقوم بالبحث عليه في جوجل وأقوم بإضافة كلمة ريفيو، مباشرة أذهب إلى موقع معين يقوم بتقديم الريفيو لهذا الموقع فلهذا البرودكت. كما تلاحظون هذا هو الريفيو لهذا البرودكت، فهذا الشخص يعني لا يقوم بالريفيو لمنتجات أمازون، يعني لا يقوم بالتسويق لمنتجات أمازون، فهو يعتمد فقط على إعلانات جوجل آدز. فيمكنك كذلك العمل على أمازون وجوجل آدز يعني في آن واحد. الآن يعني ما عليك، يعني سوف أقوم بنسخ يعني كل ما كتبه هذا الشخص عن مميزات هذا المنتوج. هناك مجموعة من المواقع التي تسمى Article Rewriter Tool، كما تلاحظون Free Article Tool يعني Rewriter يعني يقوم بإعادة أو صياغة النص. فمثلا سوف أقوم بكتابة النص هنا كما تلاحظون، هذا هو النص. هناك إضافة أخرى يجب عليكم مشاهدتها، هنا Grammarly for Chrome. هذه الإضافة عندما تقوم بالضغط على، عندما تقوم بكتابة شيء معين كيف ما كان، تقوم هي بإضافة يعني خط أحمر أسفل الكلمة عندما تكون تلك الكلمة بها مشكل معين أو صياغتها خاطئة. فكما تلاحظون في فيربوك يعني غير معروفة لدي، يعني أو صياغتها غير معروفة، فهو يقول لك هو سوف
لن يغيرها، فقط سوف يقوم بتغيير الديزاين الخاص بها. فهنا لدينا anything، فا اكسم anything قام بتغييرها ب any time، سسمح ليست anything بل time. الآن يعني كما تلاحظون لدينا memory، سسمح لدينا توش. الآن يعني بعد أن قمت يعني بكتابة هذا النص أقوم بالضغط على جسوين با إن روبوت ثم ريوريت تيكس، أقوم يعني بنفس التيكس أقوم بكتابته هنا يعني فقط لكي أريكم الطريقة. بعد ذلك أقوم بالضغط على ستار، كما تلاحظون البروغريس تو ريوريت سيجمنت أو سيجكسيون، أتركه إلى أن يقوم بالانتهاء. كما تلاحظون إخواني أخواتي الآن يعني أصبح لدينا يعني تكس مغاير للتكس الأول، يعني تم تغيير الـ تغيير الكلمات. كما تلاحظون يعني أصبح لدينا تكس مغاير، يمكنك تغيير. فمثلا لدينا الليميت يمكنك تغييرها بالليميت، يعني هذه الإضافة لا يمكنها العمل إلا عندما تقوم بتنصيبها على الجوجل كروم، اسمها Grammarly for Chrome، يعني تغيير هاته وتغيير هاته اتركها كما هي. goodness تم حذف الفاصلة، يعني يقوم يعني بتغيير كل شيء. لدينا on or more تم حذف on، يعني يقوم بدراسة. لدينا button this button face on day button. الآن إخواني أخواتي يعني بعد أن قام بتحسين التكس الخاص بنا، الآن نقوم بالتوجه. فبالنسبة هذا موقع الذي توز الخاص به، هنا لدينا موقع آخر. الموقع الآخر يعني تقوم بكتابة النص هنا، تقوم بالضغط على ستار ثم تقوم بالحصول على التكس كما تلاحظ. فهذه الكلمات التي بألوان مغيرة يعني تم تغييرها، قم بالضغط على النيكس كما تلاحظون. الآن أصبح لدينا يعني نص كامل متكامل. أنا أقوم بأخذ كوبي